في عام 2020 ضرب الأرض فيروس غامض، تغير معاه كل شيء. اختنقنا، أنا صار لي شهر ما طلعت. في ناس حاولت تتكيف معه، ممنوع التجول على الـ MBC 1. رمضان يجمعنا. يضم العمل نخبة من ممثلي الخليج، يتجمعوا في حلقات منفصلة. ما نسيت أني انقلبت أزرق المرة اللي فاتت بسبب آخر تجربة. مختلف في العمل الحالة اللي اسمها كورونا اللي قلبت حياتنا فوق تحت، فأكيد المشاهد هيحس أنه حنا قاعدين نحكي في شيء موجود وحي. ما استوت الخفافيش هالحين، نص استوى، اصبر لها شوي بس. حتشوفوا فيها كالعادة حبيب الحبيب راشد الشمراني، ورح يكون عبد الإله السناني ضيف العمل. مش ناوي عليه الحين؟ أخرس أخرس يا حشرة. وإن شاء الله نكون قادرين على أنه يعني نحقق على الأقل الجهد اللي قدمناه في العمل. يعني كيف يوصل؟ نعم طبعاً هذه ننتظرها إن شاء الله إلى بداية رمضان، والعود من أول ركزة مثل ما يقولون. أبي 9 ذبايح. يمه ترى حجر مو بحرق. مسلسلنا هذه السنة اللي هو عمل منفصل، كل يوم لوحة، كل يوم ابتسامة، 30 موضوع، كل موضوع يختلف اختلاف جذري عن الموضوع اللي قبله. قدمت شخصيات كثيرة، يعني شخصيات فانتازية، وقدمت كاركترات جديدة أيضا. فأملنا الكبير برب العالمين أنه إحنا نصل إلى قلوب المشاهدين بالشكل اللي إحنا نبغاه. وينضم إلى هذا الفريق الاستثنائي النجم فايز المالكي، وبمشاركة إلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحمادي وغيرهم. وزي ما يقولوا لا شم ولا استطعم، الحمد لله. المشاركة في العمل مع النجم ناصر القصبي فرصة عظيمة لي. أنا أتشرف، أنا من جمهور ناصر القصبي، وهو نجم عربي صراحة، نقف احترام وتقدير له. تمت المشاركة وصرت معهم ضيف شرف 3 حلقات، ومن أجمل الحلقات اللي شاركت فيها والله. يتناول العمل صور الحياة الاجتماعية السعودية والعالم بعد تداعيات جائحة كورونا، واللي صار من إجراءات، وكيف أثر ذلك على الحياة العائلية والمجتمع. ممنوع التجول حبكة جديدة من حيث الرؤية الفنية والقصة المعتمدة على الكوميديا والأحداث الغير متوقعة. الرجال يطلعوا فايزر وصيني وكيني ومين. والعمل من تأليف ورشة كتاب بإشراف خلف الحربي، ويتولى تنفيذ الحلقات كل من المخرج أوس الشرقي و3 مخرجين سعوديين هم هناء العمير، عز الشلاحي وموسى الثنيان.